بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الأهلي خلاص خرجنا من بطولة إفريقيا وعايزين نركز في الدوري، لعيبة وجماهير وفنيين، دوري وكأس مصر. خلاص انتهينا من مرحلة الخروج الإفريقي والغضب والزعل في مشهد رائع من جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي بتحيي لاعبتها ولاعبتها بتحيي الجماهير. خلاص ما مشهد كتير ما بيتكررش في الكرة المصرية، لأنه الأهلي يا سادة زي ما بيقولوا. عاوزين نركز بقى في الدوري ومباراة الأهلي اللي جاية، هتكون يوم الخميس مع بيراميدز. بيراميدز وعارفين القصة بتاعت بيراميدز والأهلي وتركي آل الشيخ والأزمات والمشاكل اللي دايرة. بس في خبر عجيب، يعني إن النادي الأهلي هو اللي أرسل 25,000 دولار لاستخدام حكام أجانب. هو طبعا خبر أسعدني، لأن النادي الأهلي اللي دفع وهو عايز يجيب حكام أجانب. لكن أنا بقول عجيب ليه؟ لأن تركي آل الشيخ كان اتفق وقال ان كل مباريات بيراميدز هتكون على بحكام اجانب على حساب بيراميدز، مش على حساب، لانه هو اللي عايز حكام اجانب. يعني اي مباراه لو حتى بيلعب طنطا مثلا، وطنطا ديت مباراه طنطا وعلى ملعب طنطا، بيقول لك متاح لتركي آل الشيخ ان هو يدفع 25,000 دولار ويجيب حكام اجانب. لكن الجميل ان النادي الاهلي اللي دفع، ومش هيبقى فيه وصايه على الحكام الا اذا بقى زي هنعمل زي نتقمص دور بعض الزملكاويه، يقول لك مثلا اللي هيروح يقعد مع المسؤول العلاقات العامه في اتحاد الكوره اللي هيقابل الحكم ممكن يكلمه يقول له بتاع. لكن كده لحد كده النادي الاهلي اللي دفع حكام اجانب، والمفروض يجوا من توب فايف، حكام توب فايف في الدوريات الكبرى، المانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، انجلترا، المفروض يعني. ولسه في عندك، والكلام ده كلامنا فيه من 5 ايام فاتوا، يعني قبل المباراه بخمس ايام اتكلمنا وقلنا المفروض اتحاد الكره يجهز نفسه ويظبط اموره على ان حكم من التوب فايف. لكن زي ما بقول لحضراتكم، ما تعرفش بقى اتحاد الكوره او النادي الاهلي اللي ده طلب يدفع الفلوس، ولا تركي آل الشيخ اللي ما دفعش. المهم النادي الاهلي من ضمن طلباته كان ممكن النادي الاهلي ما يدفعش 25,000 دولار ويقول لك العب بحكام مصريين. هو عايز يجيب حكام اجانب يجيب، مش عايز ما احناش دافعين. لكن النادي الاهلي هو اللي دفع 25,000 دولار للاتحاد لاستخدام حكام اجانب، وخطوه جيده من اداره النادي الاهلي. المفروض الخطوات دي عشان نحصل على الدوري، عارفين تدخل اتحاد الكره وتعيين الحكام ومجاملات اتحاد الكره والحكام لنادي الزمالك. النادي الاهلي ان شاء الله مش هيفرط في الدوري السنه دي بسهوله. وكمان كان في كلام يمكن يضايق بعض الناس، ان مباراه النادي الاهلي وبيراميدز هتكون ب 5000 مشجع. مباراه كانت في الدور الاول كانت بدون جماهير، المباراه في الدور الثاني 5000 مشجع، وده اللي ما يرضوش مجلس اداره بيراميدز، زعلانين وغضبانين، لان نادي بيراميدز زي ما احنا عارفين ملوش جماهير. الجمهور اللي بيجي بنعمل مسابقات لهم على السوشيال ميديا، اكسب موبايل، اكسب مش عارف ايه، كام الف بتاع، عشان ايه؟ نكسب شعبيه ونعمل شعبيه لنادي بيراميدز. لكن جمهور النادي الاهلي يفتحوا بس الملاعب ويشوفوا جماهير النادي الاهلي هتعمل ايه في الاستادات والملاعب. المباراه هتكون يوم الخميس ان شاء الله، ومباراه قويه ومباراه ثائريه بعد ما انتهت مباراه الدور الاول بفوز نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف لنادي بيراميدز. فالمفروض اللعيبه والسارتي فاهمين القصه وعارفين ايه شعور جماهير النادي الاهلي اتجاه بيراميدز واتجاه مالكه تركي آل الشيخ، وحتى اتجاه رئيسه حسام البدري. مباراه ثائريه ما فيش فيها كلام، لازم لعيبه النادي الاهلي تلعب على المكسب، ونلعب مباراه واداء جيد، واللعيبه المفروض تلعب بقى بحماس وتلعب تعوض جماهير حزن الجماهير عن الخروج الافريقي. فجماهير لاعيبه النادي الاهلي المفروض تقدر الموقف ان شاء الله، ونتفرج على مباراه ممتعه بدون اخطاء تحكيميه وبدون اي مجاملات للنادي المنافس نادي بيراميدز. ده كان بخصوص مباراه بيراميدز. تعالوا ناخد بعض التفاصيل او بعض اراء الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق على مباراه النادي الاهلي وصن داونز، ومباراه الزمالك وحسنيه اغادير، ودور الحكم بكاري جسامه، ودور الحكم مباراه الزمالك وحسنيه اغادير، والمخرج والمعلقين، واللي عملوه هنا واللي عملوه هنا، وجابوا لقطه ما كانتش موجوده اساسا بتاع تقطيع وليد ازارو التيشيرت، بعتوها للاتحاد المصري، الاتحاد المصري بعت للاتحاد الافريقي وقفنا وليد ازارو، لكن الزمالك الهدف يجي بتاع حسنيه اغادير ما يتعادش. منظومه ما يعلم بها الا ربنا زي ما بيقول. تعالوا نكمل مع بعض، نشوف تعليقات علاء صادق على موقع التدوينات القصيره تويتر، ونشوف علاء صادق قال ايه. بكاري جسامه ذبح الاهلي في نهايه 2017 امام الوداد، وقرر عمليه الذبح ببجاحه امام صن داونز. سلوكيات حكام جبناء يصطنعون الشجاعه بظلم الكبار، كما فعل العرجون
ويفعل جريشة والبنا وغيرهم من الهابطين. شفنا كلنا أداء الحكم الأفريقي بكاري جثامة واللي عمله في مباراة الأهلي في 2017 والمباراة اللي كانت أمام صن داونز، شيء بشع. أنا تعب حال يعني. المرة اللي فاتت أنا قلت كان مع اللعيبة مش قادرة تمشي، اللعيب كان دلوقتي كل الحاجات بتتكوم على النادي الأهلي، وتحس إنهم كل الناس متربصة بالنادي الأهلي. لكن قدر الله وما شاء فعل، وهنقول أمرنا لله ومش هنعمل زي بعض رؤساء الأندية ونتكلم في حاجات مفروض انتهى أمرها انتهت. في مثل كده بالبلدي بيقول لك إيه، العايط في الفايت نقصان من عقل. مش النهارده مباراة الأهلي خسر رسميا من بطولة أفريقيا وخرج، هنيجي نبكي بقى ونقول حكم وبتاع، نقصان من هتعمل إيه؟ لا هتقدم ولا هتأخر، الموضوع انتهى. وأضاف علاء صادق وقال: ليس مهما أن تكون الأفضل للفوز، تلك هي قواعد اللعبة في الاتحادات الفاسدة. لسوء حظ الأهلي أنه يتواجد في اتحادين ولا أسوأ، فلا تتعجب أن يكون أبو ريدة وأحمد أحمد صديقين حميمين، ففي المستنقعات تعيش الكائنات القادرة على التكيف مع الكظارة. ده وجهة نظر وآراء علاء صادق. وأضاف علاء صادق وقال: في زمن الانحراف والفساد مكتوب على الأهلي إدارة ولاعبين وجمهور يواجهون الظلم في كل مكان، سواء في إفريقيا سواء هنا. الانحراف والفساد من وجهة نظر علاء صادق في الاتحاد الإفريقي وفي حكام وتعيين الحكام وأداء الحكام. وقال علاء صادق: التحية المتبادلة بين لاعبي الأهلي وجمهوره بعد الخروج من إفريقيا مشهد لا تراه في مصر إلا في الأهلي. للحضارة والأخلاق والمبادئ عنوان، الأهلي هو مبادئ وحضارة وعنوان الأخلاق والحضارة والمبادئ، الأهلي عنوان لكل هذه القيم. وأضاف علاء صادق وقال: إعادة اللقطات المهمة في كرة القدم مسألة لا تقبل المناقشة إلا في مباريات الزمالك، الأمر وجهة نظر المخرج والمعلق وصاحب القناة. وعادة اللقطات غير المهمة في كرة القدم مسألة لا تجدها إلا في مبارياتنا، ويجيدها كل المخرجين والمعلقين إلا إذا كانت تضر أو تشوه الأهلي أو تعرض لاعبيه للإيقاف. وأضاف علاء صادق وقال: الحكم الجنبي لمباراة الأهلي وصن داونز ظلم الأهلي جهارا نهارا، والحكم الأنجولي لمباراة الزمالك وغدير جامل الزمالك جهارا نهارا. لا جديد عندما يكون استقبال الحكام والأجانب مسؤولية اتحاد الكرة. أنا مش عاوز أخوض في القصة دي أو في الجانب ده، لأن هنخش في حاجات كتير زي ما المنافس بيقول أو أعضاء نادي الزمالك أو جماهير نادي الزمالك أو النقاد المحسوبين على نادي الزمالك أو الزملكاوية يقول لك الأهلي بيتجامل من اتحاد الكرة والحكام. أما تشوف مين اللي بيتجامل، كذا موقف ومواقف متراكمة ورا بعضها ومحدش بيتكلم، يعني عادي. لكن هو اللي بيتحسب له المجاملات، لكن انتوا بطولاتكم حرام، انتوا اتحاد الكره بيجاملكم، انتوا مش عارف ايه. وقال علاء صادق: التحكيم والاعلام اتحاد الكره حسبنا الله ونعم الوكيل. التحكيم خلاص الله يرحمه ولا نافع عليه، دي احداث زي ما قال سيد عبد الحفيظ. قال لك ايه، تخيل لو الحكم اعطى محمود علاء الانذار الثاني في دقيقه 33 مباراه حسينيه اغدير الحكم الانجولي. قال لك تخيل لو الحكم اعطى محمود علاء الانذار الثاني في الدقيقه 33، انذار واضح وممكن طرد مباشر، لكن الحكم تجاهل الاثنين، لا اداله طرد ولا اداله انذار ولا اداله اي حاجه. مهم جدا في كل مباريات القدم ان يكون الحكم عادلا، الا مع بعض الانديه لازم يعرف ظروفها، لازم يعرف ظروف نادي الزمالك علشان يجامله. بمناسبه النادي الاهلي وخروجه من افريقيا ب 5-0 والكلام ده كله، قال علاء صادق: باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي والمتصدر خسر امس من ليل 5-1. فرصة نكرر الكلام، السقطات الكبيرة واردة في كرة القدم للكبار، لكن الكبار يعرفون يقومون بعد كل سقطة. ما بيتطولش، يعني الفرق الكبيرة ما بتاخدش معاهم وقت طويل اللي هي الخسارة، فالأمور بالنسبة لهم يعني بتبقى دفعة معنوية كبيرة. وأضاف علاء صادق وقال: قال أحد الإعلاميين أنه لم يسبق لأي فريق مغربي التفوق على الزمالك في البطولات الإفريقية، يكفي أن أذكره بما فعل الجيش الملكي المغربي في نصف نهائي 85. أكرر، تحدثوا كما تحبون عن الآراء ووجهات النظر، واتركوا الحقائق لمن يعرفها. بيتكلم هنا الناس كلها بيتكلموا، يقول لك مفيش فريق مغربي فاز أو قدر يتفوق على الزمالك في البطولات الإفريقية نهائي. فعلاء صادق هنا بيقولهم الجيش الملكي تفوق على الزمالك، لكن هو بينصحهم انهم يبعدوا عن الحق، عاوزين تتكلم تقول وجهه نظري كذا رايي كذا، نشيل مدرب ده نحط ده نعمل ده، لكن الحقائق والتاريخ اوعوا تقربوا ناحيته وما تجوش ناحيته. ده كان كلام الناقد علاء صادق وبعض ارائنا بخصوص مباراه النادي الاهلي وبيراميدز القادمه.
السلام عليكم ورحمة الله.